سكك حديد المنطقة الجنوبية، هل هناك مشاريع جديدة، خطوط جديدة راح يتم افتتاحها؟ تفضل. اي طبعا احنا عندنا حاليا هسه ويا تجاره ايران عندنا خط مشروع بصره شلامشه، طول الخط 35 كيلو متر تقريبا، يبدي من المحطه الاولى بالقزيزه ومحطه وسطيه، ثلاث محطات مرورا المحطه الوسطيه الى ان يوصل لشلامشه. هذا المشروع اولت به اهتمام الحكومه يعني من مدير الشركه مالتنا الى وزيرنا الى رئيس الوزراء قبل يمكن 3 أيام 4. نعم. كتبنا مذكرة أولية اتفاق وياهم وصادقت عليه مجلس الوزراء، ويمكن بعد 2 أو 3 يصير عندنا اجتماع ويا الجانب الإيراني. احنا عندنا بالخط هذا ما عندنا معوقات بس 2، عندنا إنشاء الجسر على جزيرة فيحة، وعندنا بعد منطقة بها ألغام. فهم الجانب الإيراني تفضلوا من عندهم تبرعوا وقالوا احنا راح نعالج الألغام من عندهم، كتبنا مذكرة تفاهم بيناتنا وإنشاء الجسر هم عليهم. أي. هذا يمتى يعني بدأت المباشرة بيه؟ احنا حاليا اتفاقيات بس. اتفاقيات بس، هو قلت لك اكو اهتمام كلش قوي من المسؤولين العراقيين والإيرانيين على يعني تنفيذه. اهتمام متى نفذ؟ احنا حاليا قبل التنفيذ لازم إزالة الألغام وبناء الجسر. بناء الجسر لازم يزامن ويا الخط اللي احنا راح ننشا عليه. الخط المفروض منا الخط يشتغل ومنا الجسر يشتغل. هسه حاليا مشكلتنا احنا ازاله الالغام، بعدين اذا على اساس بعد 2 أو 3 احنا اجتماع ويا الجانب الايراني نحدد موعد البدايه ان شاء الله. يعني لحد الان ما باشروا بازاله الالغام؟ لا لحد الان بس اجتماعات. ومرحله التصاميم وغيرها يعني كلها جاهزه؟ كل شيء جاهز. كل شيء جاهز. عندنا مشكله كلش بسيطه مال التعويضات، أوعز رئيس الوزراء بأن يكون تعويضات من قبل السيد المحافظ البصري. تعويضات لمن؟ اللي موجودين على الخط. اي اللي موجودين على الخط، تعرفين هذا الخط راح يمر بأراضي بها استملاك، لازم تابع الأهل، تابع البلدية، تابع الأهالي، فلازم ماكو تعويض. أو عز رئيس الوزراء أن يكون سيد المحافظ يقوم بالتعويضات، بتسديد يعني التعويضات. يعني يمكن العام المقبل راح يتم المباشرة به إذا كتبنا بشكل إن شاء الله. أنا بحسب رأيي إن شاء الله قبل العام المقبل إن شاء الله نبلش. إن شاء الله خلال هالسنة إن شاء الله.